أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أو سيدة أعمال. معنا اليوم رائدة الأعمال مدام هلا، صاحبة مصنع تبر وماس. أهلا مدام. أهلا فيك. بداية نرحب فيك معنا من برنامج رواد الأعمال وقناة ABC، ونتمنى بداية تعرفينا المزيد عنك وعن بدايات المصنع. أنا من لبنان، اسمي هلا كبارة. بلشت بالمجوهرات من حوالي 22 سنة. هذا المصنع صار له 15 سنة. ودرست الجيومولوجيست، أنا أساساً مهندسة ديكور، بعدين درست الجيومولوجيست وبلشت. يعني كان في صعوبات بكل تأكيد في البداية، بس الحمد لله والشكر الله أكرمنا. ممكن تخبرينا المزيد عن المصنع؟ ما هي المنتجات اللي تميز فيها مصنعكم، وما هي الأشياء اللي ميزت مصنعكم عن بقية المصانع في دولة الإمارات؟ في شغلتين موجودين هني طبعاً بالإمارات، ما في شيء منه موجود، بس في شغلتين يمكن مش كل المصانع عندهم إياها. يعني إحنا منقص الحجر، الأحجار كلها شو ما كان الحجر منقصه بأي شيب الكاستمر بده إياه. وكمان عنا الإنامل اللي بيسموه بعض الناس مينا أو إنامل، هو اللون اللي بيحطوه على الذهب بالشكل اللي بدهن إياه الكلاينت، وبيطلع يعني مثل كأنه حجر بس هو إنامل. بس الحقيقة معظم الشركات بتسوي نفس اللي أنا بعمله، يعني سواء الديزاين على الكمبيوتر على البروسيسنج، هلأ بتشوفوها فكلياتها موجودة بكل الأماكن. مدام هلا، بعد النجاح الرائع اللي حققتوه والسمعة اللي اكتسبتوها، ما هي الخطة وما هي الرؤية المستقبلية للمصنع؟ والله شوي شوي، يعني ما فينا نعمل خطوات أكبر منا، عم نحاول شوي شوي نطلع على خطوة أكبر. يعني بلشنا هلا بالميديا أكثر، نصور حتى منصور للكلاينت تبعونا صور ومننزلهم. طبعا مش مسؤولين عن الميديا تبعهم، مسؤولين عن الميديا تبعنا بس. بس بعدنا بالأول الحقيقة. ما بعرف إذا حيكون عندي ريفاينري، ما بعرف، بس يعني شوي هيك عم تشتغل بمخي الفكرة. نتمنى لك التوفيق. الله يسلمك. مدام هلا كرائدة أعمال صاحبة خبرة كبيرة، ما هي نصيحتك لرواد الأعمال الجدد عندهم طموح يبدأوا عملهم الخاص داخل الإمارات؟ لازم يدرسوا الجيومولوجيست لحتى لما يدخلوا يعرفوا شو عم يعملوا. بيدرسوا، هي دورات عبارة عن دورات ما بتاخد وقت كتير. بصير لما واحد بده يبتدي بيعرف الستابس اللي بده يبتدي فيها، وأكيد اللي بيروح عند أي مصنع بيساعدهم إنه شو الستابس وكيف التسعير وكيف وكيف إلى آخره. فبتخيل أحسن شيء إنهم يدرسوها. بالنهاية ممكن تخبرينا ما هي رسالتك اللي بتوجهها لدولة الإمارات وحكومة دولة الإمارات؟ الحقيقة اللسان بيعجز عن أي كلام أو أي شكر بينقال لدولة الإمارات ولحكامه. يعني هم ما مقصرين، ما تركوا شيء ما عملوه لأهل بلادهم وحتى المغتربين اللي جايين يعيشوا في الإمارات، ما مفرقين بين أي جنسية أي دين أي شيء. الحقيقة ألف شكر إلهم على الأمن والأمان بالدرجة الأولى. نحن عايشين بطمأنينة كاملة، وطبعا التسهيلات اللي بيسوونا اياها بالشغل بالبزنس ما بس لإلي، اكيد لكل الوافدين. شكرا إلهم والف شكر، وكمان كله ما بكفي. فاينلي ممكن تخبرينا على اللوكيشن، معلومات التواصل لاي حد بيحب يتواصل معكم؟ بالنسبه لللوكيشن، اي شخص بيقدر يحط اسم تبر وماس بالانجلش بجوجل بيوصل على اللوكيشن. وارقام التواصل موجودة، وحتى على الانستغرام بيقدروا يكتبوا اسم الشركة على الانستغرام وبيقدروا يشوفوا كل التواصل، سواء الأرقام ولا حتى يشوفوا الصور إذا بيحبوا يشوفوا شغلنا، وكمان بيقدروا ياخدوا الموقع. شكرا جزيلا مدام، نتمنى لك دائما التوفيق والنجاح. شكرا لك. تسلم. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية. دمتم بخير وفي أمان الله. Thank you.